السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بنعمل تجربة جميلة جدا، هنلون الحمام بألوان مية وألوان بسبرتو. احنا هنجرب عشان احنا ما عملناش الفكرة دي قبل كده. قبل ما نبدأ الفيديو، لو ما انتش مشترك في القناة انزل اشترك في القناة من تحت بالعلامة الحمراء ودوس لايك للفيديو عشان يوصل لعدد اكبر من المشاهدين، وتعالوا مع بعض كده نجرب التجربة ديت وهنشوف هتبقى ايه مع بعض وهنشوف احنا جايبين ايه. يا جماعة ديت اولا كده علب جل من عندي، تمام؟ فضت انا جبتها عشان دي اللي هنلون فيها، تمام؟ دول علبتين جل زي ما احنا شايفين كده، ودي علبة برضو ايه تانية، تمام؟ دي علبة فيها لون احمر بيتخف بمية، اللون ده بيتخف بمية عادي جدا، هنجربه برضو لان انا ما عملتش الفكرة دي قبل كده، بس بصراحة عجبتني شفتها في سوق الحمام فهنجرب نعملها. دي هتتخف بمية، تمام؟ وده هتتخف بسبرتو، تمام؟ السبرتو لما انا رحت للراجل المذهباتي اقول له عليه، قلت له عايز شوية سبرتو عشان هلون بيهم الحمام وريش الحمام، قال لي اللون مش هيثبت، تمام، على ريشة الحمام، فزودنا السبرتو بجملاكة عشان اللون يثبت. انا مش عارف اصلا هي الجملاكة هتغير لون الاسود لطحيني او بني، انا مش عارف بصراحة، بس هو قال لي لازما نزوده بحاجة عشان تغير اللون. تعالوا مع بعض كده نعمل التجربة ونحط المكونات على بعضها ونقلبها ونجرب الاول نلون مثلا ريشة او ريشتين ونشوف النتيجة هتطلع ايه. يلا، ده التنر بالجملاكة، تمام، ودي ازازة مية، تمام، دي اللي هنخف بها اللون برضو، ودي فرشة عشان نلون بيها زي ما حضراتكم شايفين كده، وديت سرنجة عشان نقلب بها اللون، ودي حتة سفنجة برضو عشان لو ما عرفناش نلون بالفرشة نقطع حتة كده، تمام، ونلون بها ايه ونلون بها اللون. اولا كده هنفتح كده وهنشوف ده اللون ايه، انهي لون فيهم، تمام. دول شوية لون يعني مش غاليين، دول شوية لون باتنين جنيه يعني مش غالي. ده اللون اولا اللي بتخف بايه، بميه. تعال نجرب منه ايه، نجرب منه شويه. انا حطيت شويه اهوت، يعني مش عارف بصراحه كتير ولا لا، تمام. وهنبدا برضو ايه نخفه بالميه. ابيض ان شاء الله باظ اهوت، هنلون شرابه وهنلون ايديله، هيبقى نوعه بقى في الاخر هنخلصها ليبه ان شاء الله. هنخلصها ليبه؟ بس واحده واحده. ده اللون التاني يا جماعة، اللي هو اللون الاسود اللي احنا زي ما حضراتكم كده شايفين، ودوت يعني ايه، يعني هنحاول ان احنا على قد ما نقدر ما نغمرش فيه لان هو لون ايه بقى بتنر وشغل من ده. فرد استرالي ابيض، تمام، من ذكورة المطار، فرد يعني بيضة، فرد كويس يعني، وفرد طوله حلو، اللهم صل على النبي. تعالوا بقى هنفكر نعمله مثلا قبلة،
أبلق فحمة. تمام؟ هلا بس كده قبل أي حاجة هنجيب ايه؟ حتة سفنجة. دول يا جماعه الوقت بعد ما خلصوا عملنا واحد قبله اسود وهنطيرهم دلوقتي، وعملنا واحد صليبي بس كان اللون بتاعه عايز يحمتل بالوان الميه، ده باللون اللي مخفوف بميه وده اللون اللي مخفوف بتنر بتنر صح تنر بتنر وبسبرتو السبرتو واللون وعليه ايه سنه الجملكه اللي انتوا شفتهم كده زي ما انتوا شايفين دلوقتي. احنا هنسيبهم مع بعض تمام وهنتفرج عليهم ايه وهنتفرج عليهم سوا. ده ايه ده الفرد اهو، وده الفرد اللي هو اللي يعتبر اللبلق اللي احنا عملناه زي ما حضراتكم شايفين كده بالظبط، وده الفرد التاني اللي هو الفانتازي. هنسيبهم دلوقتي برضه هنطيرهم ايه هنطيرهم مع بعض، وده اللبلق اهو. يعني لو انت مفيش معاك فلوس ونفسك تجيب فرد لبلق ولا حاجه